كابتن ماهر معانا تليفون كابتن شريف عبد المنعم نجم الاهلي السابق. يا كابتن شريف صباح الخير يا فندم عليك. صباح الخير عليك. صباح الفل. اهلا بحضرتك ومعانا طبعا كابتن ماهر لو بتتابعنا. طبعا كابتن ماهر منور الدنيا. يا كابتن شريف انا مستحيك بدري. يا عم انا بعت لك ناس عندك في الاختبارات هناك وانت قاعد هنا. زي بعض. انا كان عندي اختبارات النهارده والناس راحت لي ناس كلمتهم قلت لهم معلش انا طالع في فترات الاهلي. انا بقول يا كريم تاخدوا ماهر همام بقى تبعتوه المغرب واحد يلعب في الحته دي. والله العظيم كلنا نتشرف ونسعد بده. احنا بنتكلم على خبرات متراكمه خبرات السنين كلها. صباح الفل عليك يا كابتن شريف منورنا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك وبرضه ربنا يخليك يا كابتن. برضه احنا عايزين نعرف يعني رؤيه حضرتك ان شاء الله للمباراه اللي هياخدها فريق النادي الاهلي يوم السبت الجاي ان شاء الله ضد فريق الوداد المغربي. والله انتوا بتصحوني كل يوم الصبح اتفرج عليكم بالصدفه اتفرجت على ماهر وهو بيتكلم على التوازن بتاع الهجومي اللي المفروض يبقى موجود في هذه المباراه والخبرات اللعيبه اللي هي عندها خبرات في لعبه المغرب عندها حصلت على البطولات ودايما وابدا النادي الاهلي بيبقى في النهائيات الحمد لله. ف شكل بعض اللعيبه لازم يبقى ليه وجود في المباراه دي وانا شايف ان موسيماني يعني مدرب جريء يعني عنده شخصيه يعني بيحب يستغل جميع الامكانيات اللي عنده في الفريق بتاعه بيحب النجوم بتوعه بيحب الناس اللي هي عندها كوره بيعرف يعمل شكل يخض اي فرقه تلعبه شكل ضغط على الفريق في نفس الوقت وناس بتعرف تلعب كوره يا كريم يعني الحكايه كلها ماتش كوره احنا بنمتص الهجوم بتاعهم في اول 10 دقائق ربع ساعه وبنحاول ان هي المباراه تبقى من عمر هدف هنا او هنا يعني الهدف النادي الاهلي ساوي كتير قوي في المباراه اكيد تفكير المدرب بيبقى عنده عايز يخرج من هناك باكبر مكسب ليه مش حكايه الدفاع زي ما قال ماهر مثلا 70% 30% انا بدافع وكل حاجه بس شكلي في الملعب مش مدافع شكلي برضو ايه ضاغط على الخصم عامل اتاكينج يعني سلبه كل الظروف ان هو يتكابس عليا في الشكل في نص ملعبي انا على طول الكره بتترد الاقي المغرب هي اللي بتهجم الثاني لا احنا عندنا بعض من اللعيبه ومحتاجين زي عمرو سوليه وزي وليد زي ما قال ماهر اتفضل الناس بيعرفوا يمسكوا كوره وينزل قفشه بعد كده واخد معاه صالح جمعه وعنده حسين الشحات راجل يعني عنده من الكوره ووعي كبير قوي ان هو يقدر يخطف اي اسيست يقدر يجيب هو جول في نفس الوقت بيعرف يخش جوه ال 18 متعود على الحاجات دي انت عندك بعض اللعيبه اللي هي تديك بعض الثقه انك انت وانت رايح مهما الغيارات اللي كانت عندك احنا في امان باذن الله وعندك علي معلول راجع يمكن احمد فتحي يخش لجوه شويه ولا هي ماهر يلعب مكان ماهر بقى في الحته دي ف يعني هي دي بس المنطقه اللي في النص دي والخبرة بقى ماهر هنا بيقولوا ايه دام انت عندك مشاكل في الحته اللي ورا دي ليه ما نسقطش واحد قدام الاثنين اللي هم الباك ديفندر دول اللي هم في النص يعني نقدر نساعد حد يبقى زي ايلي جانج يبقى قريب منهم شويه يمتص اي دخول في المنطقه دي نعمل شطاره يعني والكونتر اتاك بتاعنا عندنا نعمل سرعات كافيه نحن باذن الله نقدر نهدد ويا رب تكون مكتوبه لنا ان شاء الله ان شاء الله احنا طبعا سعداء جدا بمشاركه حضرتك معانا نورتنا شكرا جزيلا ليك.